المستجدة ديالي ما كندوزوش معانا. آخر مستجدة ديال المحاكمة ديال الوالدة ديالي، أولا نبدأ بالحالة الصحية ديالها. الحمد لله بعد نقل والدتي من السجن المحلي ديال أكادير إلى سجن العرجات واحد في مدينة الرباط، تغيرت الأمور رأسا على عقب. الحمد لله تحظى برعاية طبية في المستوى، تعامل إنساني، أكل جيد، جميع يعني جميع ظروف الاعتقال الإنسانية اللي كتحترم فيها شروط، باش نقول لكم حقوق الإنسان وجميع المواصفات زعما ديال الاعتقال. هذا من جهة. من جهة ثانية الوالدة ديالي مكنوها من كرسي متحرك، قالوا لها دير ترويض عود. آخر محاكمة كان نهار 9/3/2023، تقدمنا بطلب مهلة، طلب ديال الصرح المؤقت، تم رفضه، وعلى النيابة العامة هي رفضت. النيابة العامة ديما كترفض، عودتنا أن ترفض، لأن عندنا مشكل كبير جدا مع رئاسة النيابة العامة، وتحديدا مع رئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة النقد بصفته في الفصل 110، رئيسا تسلسليا وإداريا لجميع قضاة النيابة العامة في المغرب، وأننا جميع الشكايات ديالنا يمكن 400 ولا أكثر لم يتم اتخاذ شي قرار قانوني صحيح فيها ولا إحالة ولو واحدة منها على القضاء الجالس، مما حرمنا ويحرمنا من أننا نمارس الحقوق ديالنا. المنصوص عليها في الفصل، أنا أقرأ عليكم الفصل 118، حق التقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه ومصالحه التي يحميها القانون. هذا الحق احنا منعنا منه وجردنا منه السيد رئيس النيابة العامة والوكيل العام لمحكمة النقد، خصوصا أننا فاش كنلقاو مجموعة ديال الوثائق المحرفة ولا المزورة تحمل معلومات منافية للحقيقة، تم تضمينها بسوء نية بغرض الإضرار مصالح ديال السيدة حبيبة زيلي والدتي وعائلتي، ومي كنتوجهو بشكايات جنائية ديال الزور، طعن بالزور الأصلي ضد مجموعة ديال المسؤولين سواء القضائيين من قضاة النيابة العامة أو من الضابطة القضائية اللي عندها تخصص ترابي وطني واللي داخلة في مسطرة الامتياز اللي كتنص عليها الفصل 265 قانون المسطرة الجنائية، واللي كيكون رئيس الوكيل العام لدى محكمة النقد هو اللي كيدير الملتمسات فيها، يعني في يديه بأنه يحركها ولا ما يحركهاش، فإن السيد الوكيل العام لدى محكمة النقد كيرفض يعني جميع الشكايات ديالنا بدون استثناء بما نسبته 100% ولو واحدة أحيلت على القضاء الجالس لتقول كلمته فيها. يعني إحنا اليوم بحال لا يطلب منا بأننا ندخلوا المحاكمة ديال الوالدة ديالي بورق مزورين، وهم عارفين بأنهم مزورين وما عندناش الحق نديروا الطعن بالزور الأصلي قدام محاكم ملفات موازية، كيوجهنا بأننا نديرهم داخل المحكمة، وفي نفس الوقت هو لا يلتجئ إلى المحكمة للفصل في الملفات ديالنا، يعني في تناقض كبير جدا وفي تنافي بعض كنا بين المسؤوليات ديالو. خاص المشاهدين يعرفوا بأن السيد رئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة النقد هو الشخص الوحيد في المغرب اللي ما يمكنش تشكي به قانونيا، لأن كاينة ثغرة قانونية ودستورية كتمنع، قانونية بلوتو، كتمنع بأن تشكي به، لأنه عنده هو مسطرة الامتياز، وأي واحد كيتشكى به في إطار مسطرة الامتياز قضاة خارج الدرجة ولا مستشارين ملكيين ولا وزراء يقدر تشكي بهم، وهو ما يقدرش تشكي به. باش نعاود نذكر بأن هادشي كيتناقض مع الدستور، بأن الفصل 1، نقرأ عليكم من الدستور الأحكام الفصل 1، بأن تيقول بأن هناك ربط المسؤولية بالمحاسبة، يعني السيد رئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة النقد عنده مسؤولية يعني خاضع للمحاسبة، ولكن خصوصا فصل 6 من دستور المملكة تيقول قانون هو أسمى عبارة تعبير، هو أسمى تعبير عن إرادة الشعب والجميع أشخاصا ذاتيين واعتباريين بما فيهم السلطات العمومية مستوون أمامهم وهو ملزمون بالامتثال له. ونقص الفقرة الأخرى اللي هي مهمة جدا، تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها ووجوب نشرها مبادئ ملزمة. إلا إحنا في الحالة ديالنا السيد رئيس النيابة العامة والوكيل العام لدى محكمة النقد يرفض رفضا كاملا وشاملا تطبيق الدستور.
يعني ما كيدير حتى شي متابعه حتى شي، لا يحيل اي شيء كيديرنا على القضاء الجليس اللي كتقول الكلمه اللي باش تقول هي الكلمه ديالو فيهم فيه، وكيمنعنا من حق التقاضي ديالنا اللي مكفول لينا، وكيخرق حتى الفصل 110 من تطبيق القانون بشكله السليم، وخصوصا هذه الفقره ديال الدستور باننا جميعا جميع المواطنين جميع المغاربه افراد الشعب المغربي كما كانوا مسؤولين كما هذاك راه متساوون امام القضاء. اليوم امام هذه العقبه يراد منا ان ندخل محاكمه والدتي او وثائق مزوره بمجموعه ديال الاختلالات بمجموعه ديال الاسماء اللي عندها امتياز قضائي اللي سبق لينا درنا بهم شكايات خارج اطار المحاكمه. يعني الوالده ديالي ما كانتش كتحاكم، يعني صدر واحد الحكم ولكن ما تحركت حتى شي حاجه. اليوم احنا توجهنا ب شكايه للسلطه اللي فوق السيد رئيس النيابه العامه والوكيل العام لدى محكمه النقد اللي هو صاحب جلاله الملك محمد السادس نصره الله وايده، في اطار الفصل 42 وفي اطار اصلا ايضا الفصل 107 من دستور المملكه. 42 لانه ملك البلاد هو رئيس الدوله وهو اول قاضي ورئيس المجلس الاعلى للسلطه القضائيه، وفي 107 استقلالية القضاء. اليوم كتقاس استقلالية القضاء لأننا حنا داخلين المحكمة كاين مجموعة ديال الأطراف، كاين الطرف المدني اللي هو المشتكي، كاين النيابة العامة اللي خاصة تمثل المصلحة العامة ولا الحق العام، وكاين الهيئة اللي هي مستقلة. حنا ما كنهضروش على الهيئة، كنهضروا على النيابة العامة اللي هي غادية بتوازي مع مصالح ديال الطرف المشتكي، كتمنعنا من ممارسة الحقوق ديالنا الدستورية، انتهكت لنا الحقوق ديالنا المكفولة، الحريات ديالنا والحقوق ديالنا، لا تؤمن بقرينات البراءة، تعطل الشكايات ديالنا، لا تطبق فيها القانون، ومجموعة كبيرة من التجاوزات. حنا هذا الشيء غادي يدفعنا جوج الحوايج، الا ما تحققش الميزان ديال العداله غادي نلجؤوا لامرين فيهم الشرعيه كامله ديال الشرعيه ديال المحاكمه، وغادي ندوزوا بالمحاكمه لواحد المستوى واحد اخر، غادي نخليوه نذكروه للمستقبل، ونامل بان يتحقق بعد كده الاتزان في المحاكمه ديال الوالده ديالي قبل محاكمتها. وهذا هو الاتزان، هو تحريك الشكايات، فحص ابحاث وتحقيقات، الوثائق التي اشرنا اليها محرفه. فلا يعقل مثالا، نعطيكم غير مثال صغير، بان مجموعه ديال العقارات بالمليارات القيمه ديالها تصور وتحسبت على الوالده ديالي، وهي ماشي كاع في الملكيه ديال الوالده ديالي، مازال في الملكيه ديال الطرف المشتكي. الشكايات ما كاينينش، رغم ان النيابه العامه قالت لي كاينين، الضابطه القضائيه قالت لي كاينين، وغيرها من التجاوزات، ملاير حسبهم على الوليده ديالي والناس اللي داوهم راه باينين، وغيره وغيره وغيره. وشكرا جزيلا، وكلنا ثقه. بغيت نقول بان كلنا ثقه، نعاود ناكد ونشدد بان دوله الحق والقانون ودوله المؤسسات، ونؤمن بالقضاء الجليس الحمد لله كما هو القضاء الواقف، ونأمل بأن الأمور ترجع للنصاب ديالها وتحقق التوازن ديال الميزان ديال العدالة. وشكرا.